معنا من رام الله المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل. أهلا بك دكتور عبد الجليل. يعني نبدأ من الأوضاع الآن في قطاع غزة، يعني باليوم الثالث للهدنة الإنسانية وما دخل من مساعدات إليها أيضا، حتى هذه اللحظة ما الذي وصل إلى الهلال الأحمر الفلسطيني؟ أهلا بكم. يعني ما زالت طواقمنا تعمل، نحن عادة نصدر التقرير في نهاية هذا اليوم، فأطلعكم على اليوم السابق. دخل 187 شاحنة، انضموا للشاحنات الكلية التي دخلت خلال الفترة الماضية. البارحة استلمنا 187 شاحنة، وبذلك نكون استلمنا كعدد كلي 1946 شاحنة حتى ليلة البارحة. اليوم ما زالت الطواقم تستلم على قطاع في المعبر، ننتظر التحديث النهائي مساء. لكن نحن قمنا بإدخال اليوم أو نعمل على إدخال 50 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة وغزة. هم يمرون عبر الحواجز الآن، ننتظر الوصول كمان للتأكيد أنهم وصلوا. البارحة قمنا بتسيير 53 شاحنة. البارحة هي أول مرة نستطيع كهلال أحمر فلسطيني إيصال مساعدات لمنطقة شمال قطاع غزة، وكان برفقتنا أيضا 6 شاحنات تابعة للأونروا و6 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني دخلت في هذا الموقف. اليوم استمرارا لهذا ندخل 50 شاحنة أيضا إلى منطقة شمال قطاع غزة، ولكن كما قلت لك ما زالت الأمور. دكتور عبد الجليل، بما تحمل هذه الشاحنات إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة؟ تحمل هذه الشاحنات هي كل شيء، تحمل مساعدات إنسانية، غذاء، ماء، مساعدات إغاثية، مستلزمات طبية وأدوية، طبعا ما عدا الوقود. نحن لا ننقل وقود، نحن ننقل هذه المساعدات الإنسانية للنازحين والمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف. دكتور عبد الجليل، اليوم بظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، يعني حتى هذه اللحظة على قطاع غزة، وما شاهدناه يعني اليوم من عدة يعني خروقات قام بها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، الأوضاع الصحية في القطاع هي أوضاع كارثية بالمعنى الحرفي للكلمة، ما الذي يمكن فعله اليوم من أجل وقف هذه الأوضاع الكارثية بالنظر لل يعني ما تقوله الصحة العالمية بانتشار الأمراض المعدية أيضا في القطاع؟ يعني بداية أولا، عمليا نحن كطواقم طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كان من أول الوضع كان صعب للغاية، لا نستطيع الوصول إلى أي شيء. كان هناك عشرات النداءات حول حاجة الإسعافات مثلا لمناطق كانت صعب جدا الوصول إليها. أيضا كان هناك مشكلة في إيصال الوقود وإيصال الشاحنات إلى مناطق حتى في جنوب قطاع غزة. ما تغير اليوم والبارحة هو القدرة على الإيصال، وأول البارحة منذ الهدنة إيصال الوصول إلى مناطق مختلفة، الوصول إلى منطقة شمال قطاع غزة ومنطقة غزة التي كان من الصعب الوصول إليها. لكن قدرة الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بالتعاون أيضا مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بما يتعلق بالمناطق الشمالية، هل من خدمات تقدمها اليوم في المناطق الشمالية للقطاع؟ يعني خدمات، يعني نحن كان الهدف الأول هو إعادة تعزيز قطاع الإسعاف تحديدا. نعم. يعني سواء كان بعدد السيارات العاملة، لأنه كما تعلم في الفترة الأخيرة ما قبل الهدنة وصلت عدد السيارات التي تعمل في منطقة الشمال فقط من 3 إلى 5 سيارات فقط، معظمها خرج بسبب الاستهداف أو بسبب الخدمة أو بسبب الوقود. فبالتالي إعادة تعزيز مجموعة من السيارات التي تستطيع العمل وكانت المشكلة فيه الوقود هي من أهم الأهداف لدينا، بالإضافة إلى تعزيز موضوع الخدمات الخاصة بالنازحين والمستهلكات الخاصة بالنازحين واللوازم، لأن الأوضاع الجوية هي تختلف وهذا يؤثر كثيرا على صحة الإنسان. فبالتالي كان هناك اهتمام في موضوع توزيع الملابس والبطانيات والفرشات وغيرها من المستلزمات الخاصة بالنازحين للمساعدة. هنا لا نتكلم عن تغلب، نحن نتحدث عن مساعدة فقط في محاولة لمواجهة الأحوال الجوية والأخطار الأخرى الموجودة حاليا. لكن الأمور ما زالت صعبة وكارثية فعلا على هؤلاء النازحين، خاصة أن يعني يضمون كبار السن وأطفال رضع وأطفال صغار، والأحوال الجوية هي باردة وأصبحت تحمل بعض الأمراض وتحمل الغبار وغيره. فبالتالي الأمور صعبة للغاية في هذا الجانب، بالإضافة إلى الجثث التي حتى الآن يوجد بسبب الفترات، يعني الضغط الكبير
وهناك ضغط كبير جدا على الكوادر الطبية التي بدأت تتحرك. هناك مشكلة في إيصال الوصول إلى الجثث مثلا تحت الركام حتى الآن، يعني ما زالت الطواقم تعمل في اتجاه استخراج الجثث، لكن تبقى الآن أولوية هناك لعلاج الإصابات والمرضى الذين لم نستطع الوصول إليهم خلال الأيام الماضية. دكتور عبد الجليل، اليوم وضع المستشفيات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني العاملة في قطاع غزة، يعني عدة مستشفيات خرجت عن الخدمة وكانت تابعة للهلال الأحمر، اليوم في ظل 4 أيام من الهدنة الإنسانية، هل تابعتم أوضاع هذه المستشفيات وهل من قدرة لإعادة تشغيل مثل هذه المستشفيات؟ يعني حتى الآن الحاجة الموجودة في هذه المستشفيات هي كبيرة للغاية، خاصة مع تركز عمليات النزوح للمرضى من المستشفيات الشمالية للجنوبية بسبب عدم القدرة على تقديم الخدمة في منطقة شمال قطاع غزة. المستشفى الإندونيسي، المستشفى المعمداني، المستشفى الشفاء، كلها تجلي مرضاها إلى الجنوب، فبالتالي هناك ضغط كبير جدا على المستشفيات، ما زال وضعها صعب للغاية وهي بحاجة إلى دعم أكثر، وبالتأكيد ستحتاج إلى أيام أكثر وكميات أكبر من المساعدة. شكرا، إذا كنت معنا من رام الله الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.